عباس. عباس تحب لك عباس او عباس؟ عباس على بيروت يعني. عباس عباس استنى بيروت. عباس عباس هي عيلة عباس. يا اسم العيلة محمد عباس. بليز اسمعوا وتسقفوا. انا ما راح اقول شيء غير هيك. اسمعوا كيف مغنى غنية لعبد حليم حافظ بس. مزبوط؟ دخلنا هذيك جمعة بقول إيهاب غنى لعبد حليم وقرقنا على الموضوع، أنت هالجمعة غنيت واسمعوا. ما هي قتلت تانية عشان توصل له. تغلط لك شي غلطة راحت عليك. كليوباترا. انا راح اقول شغلي عن عباس. هيدا هو قلت لكم تسقفوا يعني اسمعوا كيف بيغني انسان متمرس مهذب بالمغنى ملتزم باطار الغنيه مش عم بيتفلسف عبد الحليم حافظ
غنية كلها احساس، يعني ما ولا محل حسيت انه عم بيغني اوفر مثلا او عم بجرب يقول شيء يعني يتفلسف على الميلودي. هون هي معناتها قد ايه انسان تغير، يعني وين كان عباس، وين صار اول ما اجى؟ انت بتسمع حالك هيك بتقول انا مش معقول هذا، انا هالقد في ديسيبلين بالمغنى، هالقد زلمه محدد، يعني محدد الجمله اللحنيه، محدد العربي كيف محلها، محدد احساسه، كله جاي هيك تروح تحفره تنزيل سور مزور، سور مزور اسمه هيدا. برافو عباس. انا هيك يعني انا بنبسط انه واحد يتسمى علينا وياخذ ناخذ نتيجه هالقد رائعه منك. غنيه كثير صعبه، غنيه حلوه، فول اوف ايموشنز، فول اوف يعني أنا اجمل ما غنى بحالي، واديتها بقوة يعني انسان متمرس معلم محل، يعني ما في شيء مش محله. برافو. يعني هيدا الزلمه يتعلموا منه بس الديسيبلين، كثير مهم الديسيبلين. برجع بقول اذا في اوركسترا 101 عازف عم يدقه خيي، والنايست او فلوتيست قاعد بالزاويه عم ينشز بيخرب كل الاوركسترا. قد ايه عم بيغني هو باحساس، قد ايه عم بيغني بنعوميه بشفافيه، قد ايه انتم فايتين، واحد فايت يعمل معركه على الزلمه.